على مدار قرون غيرت الصناعة شكل العالم، وفي القرن 21 الصناعة بقت كلمة بتوصف عظمة الدول. دول صناعية بتنتج وتصنع، والصناعة فيها هي الأساس لاقتصاد قوي رغم الأزمات. بالصناعة نقدر نكمل الإنجاز ونوصل لحلم الجمهورية الجديدة. الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 29 ل 31 أكتوبر 2022، مركز المنارة، التجمع الخامس. 100 عام اتحاد للصناعة.